إذا أنكرت وجود الشيطان أنكر وجود الله؟ نعم يعني على طول. لكن اللي أنا بقوله ده إن يعمي أذهان غير المؤمنين يفسد أذهان المؤمنين، مش ده صح؟ كتابيا ده اللي بيحصل؟ ده اللي أنا بعد ما فضلت أدور في كل الكتاب فلقيت دول أهم هدفيا هو بيضرب فيهم. لا، بولس بيعلم الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. ولما الرب دعا شاول الطرسوس اللي هو بولس الرسول قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا طبعاً بما رأيت طبعاً وبما سأظهر لك طبعاً به طبعاً منقذا إياك من طبعاً الشعب طبعاً ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليه. طبعاً شو أرسلته؟ طبعاً لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله. ومين بيحرك الظلمة؟ مين إله ظلمة هذا الدهر؟ للأمانة أعتقد ترجمتها لو اتعملت كتب أدق إله ظلمة هذا الدهر، لأن هو صاحب السلطان على كل الكون من وجهة نظري هو الله، هو سيد كل الكون، لكن إبليس إله ظلمة هذا الدهر، هو المسيطر على حركة الظلمة.